وهذه الأمور المذكورة من مظاهر التوحيد في الحج أمور واضحة وقوية، وهي تبين للإنسان أن المقصود بالعبادة توحيد الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فأنت لما تجي تتفكر في الحج ده، الزول يمرق من ملابسه كلها، يلبس ملابس بصفة معينة ليس فيها مخيط ولا محيط، ثم لا يدخل في هذا النسك إلا في زمان معين، وهو الأشهر الحرم، ولا يدخل في هذا النسك إلا في مكان معين وهي المواقيت المكانية. معناه يا ربنا أي حاجة بتقولها نحن بنعملها. قلت لنا أمرقوا ملابسكم والبسوا ملابس معينة عملناه. العبادة دي ذاته ما بتصلح منكم في أي وقت إلا في أيام معينة، ما عملناه إلا في الأيام المعينة دي. ما تبدو العبادة دي إلا في أماكن معينة هي المواقيت، يا لملم، ذو الحليفة، الجحفة، قرن المنازل، ذات عرق، مواقيت معينة ما عملنا إلا في المواقيت دي. ثم بماذا أهللنا؟ أهللنا بهذه الكلمات العظيمة وهي التلبية، وتعني الإجابة، لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة. يعني ربنا دعاك إلى الحج وأذن في الناس لإبراهيم عليه السلام بالحج يأتوك شنو؟ رجالا، يعني على رجولهم، مش ما زي بيقولوا الصوفية اللي بيكتبوا الحجبات رجالا، ده معناه دليل على إنه تكتب حجاب بتاع العرس. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، مرة قالت له دار عرس ما في جماعة بي، قال كتب لها الآية دي، يأتوك بالحج رجالا. رجالا مش معناه عرسان، رجالا معناه بكرعينهم يعني، وعلى كل ضامر، وهي الخيل المضمرة من أجود أنواع الخيل. المهم طبعا شغالين دفن الليلة بكرة عن برة. فبتقول لبيك، أي إجابة لك يا رب، ما مهما أمرتنا فنحن نطيع ونجيب ونسمع. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بخلاف تلبية المشركين الذين يدخلون غير الله مع الله فيقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك، لكن بيقولوا تملكه وما ملك. حتى المشركين ناس أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط الملاحدة والمجرمين ديل، حتى هم عارفين إنه الكون ده ما بيتصرف فيه إلا الله. والليلة بتلقى من شيوخ الطرق يقول لك إنه الأولياء بيقول للشيكون فيكونوا بيتصرفوا في الكون، يقول لك واتحسونا ربنا الداو كن فيكون على لسانه، زي ما جاء في كتاب طبقات والضيف الله. البرعي قال حسن سيدي واتحسونا بكم، حسن فوق الكون متحكم، حسن كم نطق متبكم وكم فك متكمكم. وده كفر وإلحاد، لأن المشرك الأول بيعتقد أن الكون كله ملك الله، حتى الشريك اللي بيعبده بيقول له إلا شريكا هو لك، الشريك اللي جعلنا لك ده ذاته، تملكه وما ملك، كلهم حقاتك يا الله. وبعد ده كفار ومشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين يقول لهم إذا وصلوا إلى قولهم لبيك لا شريك لك، يقول لهم قط قط، يعني لحد هنا أقيفوا لحدهم، فيأتون بهذا الشرك بالله. والمظاهر التي سمعناها في الخطبة، وأنا أريد أن أضيف مظهرا واحدا، وده النبي عليه الصلاة والسلام عمله قبل ما يحج في السنة التاسعة من الهجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حج حجة واحدة في عمره في السنة العاشرة، وبعدها بعد انقضاء الحج عاش 84 ليلة، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السنة التاسعة رسل فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحجاج بين يديه. وطبعا فتح مكة سنة 8 النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وكسر فيها الأصنام. سنة 9 النبي عليه الصلاة والسلام رسل أبو بكر. قال العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الروافض الحقد الحسد الخبث، قالوا أبو بكر الصديق ما كان عنده فقه، عشان كده ما جاءت عنه أحاديث كثيرة. أبو هريرة قال جاءت أحاديث عنه أكثر من أبي بكر الصديق. ابن تيمية رحمه الله قال لهم أبو بكر الصديق كان عنده ما عند الصحابة وزيادة، وإنما كان يخرج علمه حيث لا يوجد أحد عنده علم إلا أبو بكر. عشان كده بتلقى الصحابة بيحدثوا، لأن أبو بكر الصديق وملازم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فارقوا أصلا. ولذلك ما يحتاج إلى أنه يذكر حديث مع من كفاه كأبي هريرة وابن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه. لكن أبو بكر الصديق بيجيب أحاديث ويذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يسمع إلا هو. عشان كده الكتاب في الصدقة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية الكتاب في الصدقة يعني البقر صدقتها بتبدأ بتين من كم بقرة وفيها شنو ذاته التفصيل حقها كون عمرها كم وإذا حصلت كده فيها كم إلى آخر، والإبل في كل 5 كم وفي كل 20 وفي 25 ومن وكده، والغنم وبعد ذاك الأموال والركاز والمعادن والثمار، خاصة صدقات الأنعام قال ما فيها إلا كتاب أبي بكر الصديق. فتش السنة دي كلها ما بتلقى في زكاة الأنعام إلا كتاب أبي بكر الصديق الذي رواه أنس بن مالك في تقدير الصدقات. ما في أحد من الصحابة جاء بهذا العلم. وبعض المسائل في الميراث، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة أين يدفن أبو بكر، أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في السنن من حديث أمنا عائشة أن أبا بكر قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه، أنه قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. كذلك الحج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحج من أصعب المناسك وأصعب العبادات، ولذلك ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر لأنه كان أعلم الأمة، فرسلوا عشان يعلم الناس الحج. ثم أرسل أبا هريرة، وده الشاهد الذي أريد أن أقف معه، كما جاء في صحيح مسلم قال أن يؤذن يعني يعلم الناس، لأن الحج موسم بتاع التقاء المسلمين في جميع أنحاء الأرض، ألا يطوف ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. ألا يحج بعد العام مشرك، ده في صحيح مسلم، وألا يطوف بالبيت عريان. طبعا الطواف بالبيت عريان لأنه كانوا بيعتقدوا أنه ملابسهم دي عملوا فيها الذنوب وأكلوا فيها الربا والزنا واوا إلى آخر، فما بيجوا بحجوا بها، بيقوم بيجوا مكة فيطلبوا من أهل الحرم ملابس. لو عندك زول بتعرفه من أهل الحرم بتقول له شنو أديني ملابس نطوف بها، حتى المرأة ذاته تضع على عورتها المغلظة، لا تضع على عورتها المغلظة إلا يده. قال ويسموهم الحمص أهل البيت يعني، وإذا ما عندك صاحب تطوف عريان، وده من تلبيس إبليس. ربنا قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها
ربنا قال لهم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ممكن يكون أباكم أمروكم بها، لكن قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. وده بوريك الكرامة جابة عبد المحمود نور الدائم في كتاب النصرة العلمية، قال إنه رأى تلميذ شيخا يزني بامرأة فلم يتغير من خدمته، فقال له يا بني قد علمت أنك رأيتني حين فسخت بتلك المرأة وكنت أنتظر نفارك عني. وقام قال له منذ أن صحبتك ما صحبتك على أنك معصوم. طبعا دي الدياسة باسم الدين، دي ديوس تربيع. قال منذ أن صحبتك ما صحبتك على أنك معصوم. طيب أنا لو جيت طعنت شيخك ده بسكين وقلت لك منذ أن خلقني الله ما أنا معصوم، تقدر ترد الحجة دي؟ قال وإنما صحبتك على أنك عارف بالسلوك. أسيدي سلوك لشربك السلوك كله. قال بعد ذاك بدأ يأصل للكفر ده وبترد عليه والآية دي. قال والفرق بين معصية الولي، هو لي عنده معصية. قال والفرق بين معصية الولي ومعصية غير الولي أن الولي ينظر في اللوح المحفوظ كشفا وإلهاما فيقع في المعصية مجاراة مواقعة أو موافقة لمجاري أقدار الله. وده الاحتجاج بالقدر في المعاصي، وده شغل الملاحد، وده شغل المشركين الأوائل الذين رد الله عليهم في هذه الآية. كان كده عمر لما واحد سرق وقال له يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله، يا ذول ده عمر اللي بيخاف منه الشيطان، انت قالوا أبوك الشيخ أبو قرقاب ولا ود المرين ولا البرعي ولا غيره من الطواغيت، ده أمير المؤمنين اللي بيخاف منه الشيطان. قال وأنا أقطعها بقدر الله، انت سرقت بقدر الله هاي وأنا أقطعها بقدر الله. ده ما دايرين البلد تكون شنو؟ فوضى. عشان كده البرعي قال لك وإذا ألفيت منكرا في قولهم أو فعلهم لمحرم أول بفقه تأويل خير مؤول ومترجم يجدون لمس الأجنبية، المصافحة بتاعت المرأة الأجنبية عنه. الأجنبية مش معناها الهندية والأمريكية والإنجليزية، لا يعني اللي بيجوز له يتزوجها الشيخ ذاته. قال يجدون لمس الأجنبية إن صافحت يدهم كذات المحرم. أنت كدرويش ما تصافح لأنه قلبك وسخان، أما أبوك الشيخ قلبه ده نظيف ويعني يعمل أي حاجة ما تسأل. عشان كده ألا من تكسي كان بيحنن البنوت، والله بيحنن الحريم، ذاك الدرويش والدرويش أبجوه من أتباعه ويحننهم وعامل له حفلة عيد ميلاد، زول كبير وأهبل وعوير عرفته، والجماعة يغنوا له جنة الفردوس، طبعا محرفينا من غنية اللذيذ تفاحة بكرة يا شيخي تلقى فيها الراحة. يا زول قال الجنة دي لعب، انت مشرك ما لكم على الجنة، ما تبت ما عندك أي جنة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا هريرة ألا يطوف بعد العام مشرك. يعني أنت عندك حجاب، جيت السفينة ولا جيت المطار في بورسودان دار تمشي، وين يا أستاذ؟ لك والله طبعا نحن ما دفعنا 7,700,000,000 ماشينا البيت. يا توبيت ده أنت ماشي وين؟ يا توبيت بالضبط أنت قاصد، ولك ماشي يا حج. وده شنو المعلق ده؟ ده حجاب بتاع سكين بلد ما في حالة حرب، وبتاع سناي وبتاع طلقة وبتاع كذا. أرجع 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 قروشك دي أمشي والشباب في عدة ولا الشباب في أي حاجة تانية، أنت ما عندك حاجة. واحد تاني تجي تلقاه بنادي في الجماعة، وتلقاه زمان البلد دي قبل ما تكتب تلقاه في صالة الحج والعمرة، الجماعة تلقاهم جايبين الشيخ من أقاصي الدنيا بالنوبات دلدل ويدعو ويستغيثوا به وكذا وكذا لحد ما يركبوا الطيارة بالشرك. ده ماشي يسوي شنو؟ ماشي تسوي شنو أنت؟ الحج ده هو التوحيد، الحج ده ذاته هو التوحيد، لأنه الحج هو شنو؟ هو القصد. أنت بتقصد بيت الله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله بالمال وبالبدن وبالأعمال بتاعت الحج، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواننا الحج ده مظاهر عظيم،
وكل بني على التوحيد، وهكذا كل الدين لإقامة هذا التوحيد. فأنت إذا أقمت التوحيد أقمت الدين وصلحت بقية العبادات، وإذا أفسدت التوحيد لو لفيت في مكة هناك ما بنسميك حاج، وإنما هذه سياحة أو سميها ما شئت، لكن هذه ليست بعبادة. طيب، الأعمال في هذه الأيام، تبقت أيام، هي يعني هذه الأيام الأول من العشر ذي الحجة، تبقت فيها أيام، فضل يومين قبل يوم شنو؟ يوم الحج الأكبر وهو يوم العيد. طبعا اليوم يوم 8 وهو يوم التروية. قال العلماء: وسمي بيوم التروية لأن الحجاج كانوا يتزودون بالماء من مكة فيذهبون إلى منى، عشان بكرة الصباحية يمشوا لوين؟ يمشوا لعرفة، فيقفوا بين يدي الله يدعون الله ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، ويقرون ويعترفون بالذنوب ويرفعون الحوائج إلى الله سبحانه وتعالى، فيباهي الله عز وجل بهم الملائكة. ولذلك دي أيام عظيمة جدا. والتلبية طبعا مما أهل هلال ذي الحجة مشروعة، التلبية التكبير، التكبير منذ أن هل ودخل هذا الشهر إلى أن ينتهي اليوم الرابع يوم 13 من أيام العيد، فهي مشروعة. طبعا هنا في التكبير المطلق في كل وقت من ليل أو نهار، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وغيرها من الصيغ الواردة عن الصحابة. فيكبر الإنسان ويكبر في سوقه وفي بيته وفي دكانه إلى آخر، إلى يعني أن يدخل يوم العيد. هنا بيجي التكبير المقيد، يعني بيجي نوعين من التكبير، تكبير مطلق في كل الأوقات وتكبير شنو؟ مقيد. طيب، مسألة مهمة وهي مسألة صيام يوم عرفة، وبعض الناس يتحرج في صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت، وهذا التحرج لحديث، والمسألة في النهاية مسألة خلافية واجتهادية يسوق فيها الاجتهاد، ولا ينكر فيه على الإنسان إذا رأى أحد العلماء، لأن العلماء ما مبنى كلامهم على الهوى، وإنما مبنى كلامهم على العلم والدليل. فبعض العلماء قال إن يوم عرفة إذا وافق يوم السبت أو يوم عاشوراء أو غير من الأيام الفاضلة غير الواجبة أو الفروض، إذا وافقت يوم السبت فإن الإنسان ما يصوم ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ترك ذلك بحديث في سنن أبي داود، والله عز وجل يكتب له الأجر. وهذا إنسان مجتهد، والمسألة مسألة اجتهادية. والصحيح أنه يجوز للإنسان أن يصوم يوم عرفة ولو وقع يوم السبت. قال العلماء كما ذكر الشيخ سليمان الرحيلي، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عنب فليمضغه، والحديث في سنن أبي داود وفي غيره. قال بعض العلماء: أفاد هذا الحديث تحريم الصيام. والأدلة الأخرى التي تدل على جواز الصيام ولو وقع يوم السبت، قال هي أحاديث مبيحة للصيام، وهذا الحديث حاضر للصيام، والقاعدة عند العلماء أن الحاضر مقدم على المبيح. طيب، المسألة دي أخواننا عشان الإنسان يطمئن، هي شبيهة بمسائل كثيرة في الدين. نذكر مسألة واحدة وهي مسألة الغيبة. الغيبة محرمة وحرمتها مغلظة، زي صيام يوم السبت محرم في النافلة وحرمة شنو؟ مغلظة، لأنه قال: ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة فليمضغه، صح ولا ما صح؟ فالغيبة محرمة. ربنا قال في القرآن: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه شنو؟ ميتا فكرهتموه. لكن العلماء قالوا هناك مواضع تجب فيها الغيبة، مش تجوز، تجب فيها الغيبة،
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: تعلمين أن فلانا وفلانا لا يعلمان من ديننا شيئا. وده في مقام التحذير من شنو؟ من أهل البدع. يعني جاك واحد زي القحاتة ديل قال لك نلغي حد الردة، وقال لك مثلا ما دايرين يعني تجريم جريمة اللواط والعياذ بالله، وإنه من يسيء إلى هؤلاء يجب أن يعاقبه القانون، يجب أن يعاقبه القانون، فده مجرم، ده واجب شنو؟ ده واجب التحذير منه وغيبته ذاته، تتقرب لله بالكلام. فالعلماء ذكروا 6 مواضع، زي الإنسان برضو المتظلم، شالوا منك واطة بالظلم، تمشي للقاضي يقول له فلان شال مني واطة، فلان دمنه، تقول والله يا القاضي خليني أنا ما أدر أغتابه. ما تغتابه كيف يدوك حقك؟ يعني هنا بيجوز لك تجيبه ولا ما بيجوز؟ بيجوز. وفي الزواج زول تلقاه مجرم، بضاعته كلها دقل تهيله بالحرام، أهاجاك دار تقدم لبيتك، ده بيجوز لك تديه أو عتديه، عرفته؟ المهم يعني إنه الإنسان يا أخواننا عمل شنو؟ عمل يقتضي التحذير منه، ده هنا شنو؟ بيجب التحذير منه. هل الغيبة في أصلها محرمة ولا بقت حلال؟ محرم، وما صارت حلال لكن جازت لغرض شرعي. إذا فهمت المثال لا صيام يوم السبت في غير الفريضة، الحديث ده قال شنو؟ قال ما تصوم حرام، لكن الأدلة الأخرى استثنت. العلماء قالوا والاستثناء إما أن يأتي متصلا في نفس الدليل، وإما أن يأتي شنو؟ منفصلا. فالاستثناء المتصل كقوله في الحديث إلا فيما افترض عليكم، والاستثناء المنفصل الأدلة الكثيرة التي جاءت كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال ولم يستثني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فمن صام يوما وأفطر يوما فإنه سيوافق يوم السبت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية رضي الله عنها ووجدها صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمسي؟ قالت لا. قال أتصومين غدا يوم الجمعة؟ أمسي شنو؟ الخميس، وغدا شنو؟ السبت. قالت لا. قال إذن فأفطر. ولذلك إما أن يكون الصيام فرضا فهذا ما فيه إشكال بإجماع العلماء، وإما أن يكون نافلة يعني كعرفة بسبب أو كعاشوراء، فهذه أيضا شنو؟ هذه يجوز للإنسان أن يصومه. وإما أن يكون الصيام صيام نافلة مطلقة، وهنا يعني للإنسان أن يعمل بالحديث. قال الشيخ سليمان الرحيلي وللأمانة العلمية ما وجدت من قال بنص تحريم صيام يوم السبت ولو كان في مطلق النافل. ولذلك قال بعض العلماء الحديث ضعيف، بعض العلماء قال ذلك، ومنه ما يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال الشيخ سليمان الرحيلي، ونص عليه ابن القيم وقال الشيخ ابن باز، ومن قبل قاله الإمام مالك وغيره، وقال أبو داود هو منسوخ، والصحيح أن الحديث صحيح. فالإنسان لمطلق الصيام يوم السبت فإنه يترك هذا الصيام عملا بالحديث، أما إذا كان يصوم كقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود، وكما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول إنه لا يصوم، فإنه إذا صام حتى قالوا إنه لا يفطر يدخل في أجنه صيام السبت، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي لفظ كان يصوم شعبان كله فيدخل فيه شنو؟ صيام يوم السبت. إذن الذي يعني نراه من أقوال العلماء، وفي النهاية نحن نتخير بين أقوال العلماء، والخلاف أصلا وجد بين علماء لأنه نحن لا علماء ولا بنرجح ذاته بين أقوال العلماء،
إنما هذا نقلناه أنه يشرع للإنسان أن يصوم يوم عرفة ولو وافق شنو؟ يوم السبت بنية التقرب إلى الله. ومن اطمأن إلى أن يرى أنه لا يصوم يوم السبت وإن كان يوم عرفة وذلك من أجل الحديث فإنه يثاب على نيته ويرجى له الأجر، لأنه إنسان ما كان مقصود شنو يا أخواننا؟ الهوى. ومع ذلك فالإنسان يا أخواننا ما في هذه المسائل ما يشدد فيها وما يعني يغلط فيها، لأنها مسائل اجتهاد، والصحابة رضي الله عنهم عندهم المسائل الاجتهادية مش المسائل الخلافية، لأنه الخلافية فيها الناس اختلفوا في رب العالمين، لكن المسائل الاجتهادية هذه لا إنكار فيها. فلقيت إنسان صائم ما تنكر عليه لو أنت بترى الرأي الآخر، أو إنسان ما صائم وكان إنسان معروفا بحب الخير والتحري للخير والسنة وفعل ذلك تقربا إلى الله، فإن الله يجازي على نيته، ونرجو أن الله يكتب له شنو؟ الأجر. فده أدب الخلاف في المسائل الاجتهادية. عشان كده الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا ببني قريظة، لما وضعوا السلاح لما راجعين من غزوة أحد وسمعوا إنه بني قريظة نقضوا العهد، قال لما في أحد يضع أو يصلي العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة اجتهد فقال إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع، ما أراد إنه نترك الصلاة. وبعض العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فنحن حنطيعه، فما عنف على الطائفتين، لأنها مسألة شنو؟ يسوق فيها الاجتهاد. طيب المسألة الأخيرة وهي مسألة الأضحية. أولا حاجة يا أخواننا، الأضحية عبادة وفيها عبادتان عظيمتان. ربنا قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من تذكر اسم الله، ده من المقصود بالمناسبة، وده من التوحيد. الدهر تنهر الدم ويسيل الدم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ده من أجل العبادات. وده في ورد على الأخوان المسلمين جعلوها سياسة ما عبادة، يقول لك أنت الآن تضبح وتأكل أولادك في الضحية والناس يموتوا في كذا وكذا في فلسطين وكذا، ودي عبادة من شعائر الإسلام. العلماء قال من المقصود شرعا إظهارها، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلان، لأنه دي من شعائر الإسلام الظاهرة. كون نحن نضبح ونتقرب إلى الله بالضحية دي والناس يأكلوا ويعزموا كده ويشبعوا والناس يشوفوا الدم انهار وكذا وكذا، ده من المطلوب شرعا، وده من العبادات اللي بتقرب بها لله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، العقيدة في الله سبحانه وتعالى، إنه أنا داير ربنا يرضى عني ولكن يناله التقوى منكم. ففيه الإخلاص، ويجب على الإنسان الذي يضحي أن يلاحظ هذا الملحظ، إنه الضحية دي ما يعمل عشان الأولاد ما يبكوا، يقول الله السنة دي مع الحرب دي الله أنا لما دمعتي سالت، تسيل لجنو ما تسيل، دي عبادة أنت بتتقرب بها لله ما للأولاد. فأنت لو بتضبح للأولاد واشتريتها بمليار ما عندك في أي حاجة، وإذا ذبحت عشان تتعالى على الناس أو تضيق على الناس فما عندك في أي حاجة. ولذلك يا أخواننا الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. كل درهم وكل قرش مرقوا في الضحية دي يحتسب عند الله سبحانه وتعالى، إنه ربنا ينجيه به من عذاب النار يوم القيامة. فالناس لو عملوا العبادة دي كده ربنا بارك لهم فيها. طيب الضحية والأضحية هي من بهيمة الأنعام كما قال العلماء، من بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم. الغنم بنوعين، الماعز والضال، نحن بنقول للماعز الغنم والغنم يعم شنو؟ الماعز والضال. فيشرع للإنسان أن يضحي من بهيمة الأنعام. فلو ضحى بخيل، مع أنه الخيل بيجوز أكله شرعا،
بيجوز أكله، فهذا لا يعتبر مضحياً، إنما التضحية من بهيمة الأنعام. وسنها الشرعية أن تكون بلغ 6 أشهر إذا كانت من الضأن، ومن ما تمت سنة من الغنم من الماعز، ومن البقر ما تم 2 سنين، ومن الإبل ما تم 5 سنوات. والبقر والإبل تضحي عن 7، تضحي عن 7، هذا في الشرع. فالناس يجوز لهم أن يجتمعوا على يعني 7 ناس بيوت ما واحدة، يجوز لهم أنه يشتركوا، ولو كان عندهم مال الدنيا ذاته يجوز لهم شرعا أنه يعملوا شيء، يشتروا بقرة ويشتروا ناقة أو إبل ويضحوا به. ولها شروط كما قال العلماء، وده كله يا أخواننا يوري أنه العبادات دي ربنا عز وجل المقصود منها يعني يرى من العباد أنهم يطيعونه مهما أمرهم، وده التوحيد. عشان كده من معاني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا أجنو لآمرهم وأنهاهم. فربنا يقول لهم الضحية دي عندها شروط كده، وتكون من الجنس الفلان وكذا وكذا، ده كله تعمل. كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا يجزين في الأضاحي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والضعيفة التي لا تنقي ما فيها مخ. أيوة العوراء بدأ نبيه الحديث. ومن باب أولى طبعا شنو؟ العمياء، العمياء. العلماء قالوا كما قال الشيخ ابن عثيمين: يشرع للإنسان أن لا يعين الأضحية، عشان لو اشتراها وحصل لها حاجة يجوز له شنو؟ أن يستبدلها، يعني يقول دي ضحيتي، لكن يجيب هو ناوي أنه يضحي وجاب البهيمة لكن ما يعينها لحد ما يضبح، فإذا حصل لها حاجة يجوز له أنه يغيرها. أما إذا عينها وقد اشتراها سالمة فإنه لو حصل لها شيء فإنها تجزي عنه في الأضحية، اشتراها شنو؟ سليمة. ثم قال الشيخ ابن عثيمين: ثم حصل لها كسر أو عور أو كذا أو كذا وعينها فإنها تجزي عنه. ثاني يعني ما يمشي ويفتش وكذا وكذا، فهنا أجزأت عنه هذه الأضحية. ويضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته، لو كان أهل بيته 80 يضحي بشاة واحدة أجزأت عنه عن أهل بيته. وبعض العلماء يذكر مسألة الأموات، طبعا دي تكلموا عنها العلماء أنها في أصلها غير ممنوعة، إنسان يجيب له ضحية عن الأموات. طبعا لو الميت وصى قال أنا عملت وقف، من الوقف ده سنويا تمرق لي ضحية تضحوا لي، ده بيبقى شنو؟ ده بيبقى واجب يضحوا عنه للوصية. أما الإنسان يمشي يضحي عن الميت، قال الشيخ ابن عثيمين: فإنه لا مانع، ما في مانع. قال لكن ليس هذا هو السنة، لأن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أحب أزواجه إليه ماتت ولم يضحي عنه، وماتت بناته فلم يضحي عنهن، فالسنة إن الإنسان يضحي. قال: ولو نوى أنه يضحي عن الأحياء والأموات أجزأ ذلك عنه. فالإنسان ما يتشدد في هذه المسائل. ويشرع للإنسان أن يعني إذا ذبح وإذا ضحى يشرع له أن يقسم البهيمة بما شاء. طبعا في أول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الأضاحي فوق 3، لأنه كان المسلمين عندهم حاجة. ولذلك السنة التي بعدها النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي فوق 3 لما رأيت من الجهد بالمسلمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم أجاز لهم ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بعد صلاة العيد، ووقت صلاة العيد يبدأ من وقت الضحى، وهي أن تكون الشمس
على قيد رمح، يعني بعد بداية الشروق، بعد الشمس دي بدت رفعت حاجي بدأ كده بربع ساعة كما قال الشيخ ابن عثيمين. فالإنسان لو كان في بادية بعيدة كان معه الضحية حقته، فيشرع له لو أراد أن يضحي بعد هذا الوقت، ويسن أن يعجل في وقت الأضحية بخلاف شنو الفطر، ليسرع الناس بهذه العبادة العظيمة، وهي أهم وأعظم العبادات في هذا اليوم. والإنسان لا يشرع له كما قال الشيخ ابن عثيمين أن يستدين ليضحي إلا إذا كان يتحرى ويغلب على ظنه أنه سيسدد هذا الدين. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في جنازة أحد أصحابه، فلما تقدم إليها سأل فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم. فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه أنا أؤدي عنه يا رسول الله، فأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقدم فصلى. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فالإنسان إذا يعني خاف أنه لا يستطيع السداد فإنه شنو؟ فإنه سقطت عنه، والإنسان ما يتشدد. ودي عبادة يا أخواننا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا السنة ذبح أو ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وضع رجله على صفاحهما، رجل اليمنى ختام على صفحتهما الشمال، وضع رجله على صفحتهما اليمنى، ثم يعني أمر عليهما سكين وقال بسم الله الله أكبر هذا عن محمد وأهل بيته، ثم نحر الثاني وقال هذا عن من لم يضحي عن أمتي عليه الصلاة والسلام. ومرة ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالبقر كما جاء في حجة الوداع. فدي بعض الأحكام التي تتعلق بالأضحية، فالإنسان يجتهد في هذه العبادات. وزمنها من يوم العاشر، عشر ذي الحجة وحداشر واثناشر وثلاثاشر لحد غروب، قبل غروب آخر يوم وهو اليوم الرابع يوم ثلاثاشر يشرع للإنسان أن يضحي، يشرع للإنسان أن يضحي، فهذا هو وقت الأضحية. هذه بعض الأحكام، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.